شاشة التلفزيون المصري، وما زلنا مع حضراتكم في تغطية لفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وفعاليات اليوم الأخير من المنتدى، والذي تابعنا في الجلسة الخاصة بتخريج دفعات جديدة من الأكاديمية الوطنية للتدريب. هذه الجلسة الخاصة جدا التي تعبر عن مدى أهمية هذه المنصة، منصة الأكاديمية الوطنية للتدريب، منصة بالفعل تقوم بجهد كبير، تعد طفرة بشكل كبير جدا في مجال التطوير والتدريب والبناء، وكذلك أيضا العمل على تحقيق الهدف الأكبر للدولة المصرية، هو بناء الإنسان المصري. تمكين الشباب هو أبرز أولويات القيادة السياسية، وقبل التمكين لابد أن يتم تدريبهم بالشكل الكامل المناسب لكي يتولوا القيادة فيما بعد، التدريب والتطوير، وهذا هو الدور الرئيسي الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك من خلال برامجها المختلفة، البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب للقيادة، لتأهيل الشباب للقيادة PLP، البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، أيضا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، وغيرها من البرامج التي لها تأثير كبير في التدريب والتطوير، الذي يؤهل في نهاية الأمر إلى بالتأكيد يعني تولي القيادة والتمكين، كما دائما ما يعني يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكيد على هذه الأهمية الخاصة بتمكين الشباب. بالفعل مشاهدينا، منتدى شباب العالم بمختلف جلساته كان منصة ثرية منذ بداية انطلاقه، منذ بداية الفكرة 2017 2018 2019 وأيضا في هذه النسخة الرابعة 2022 أيضا كانت نسخة ثرية بالحوار بين مختلف الشباب من جميع الثقافات من مختلف أنحاء العالم، من أجل تعزيز قيم الحوار وأيضا تعزيز التنمية والحفاظ على التنمية، وأيضا التأكيد الدائم على يعني أن هناك اختلاف في الثقافات، ولكن الحوار هو دائما ما يكون الأساس أمام أي اختلافات، لكي يتم التأكيد الدائم على أن مصر هي حاضنة لكل الثقافات، هي ملتقى الحضارات. كانت هناك الكثير من الجلسات المهمة طبعا يعني مبنية في الأساس على المحاور الثلاثة: السلام، الإبداع، التنمية، وأيضا كانت هناك الكثير من الجلسات الأخرى المرتبطة بالواقع الجديد الذي يعيشه العالم حاليا، وهو طبعا فيروس كورونا أو كوفيد-19، والذي يعاني منه كل دول العالم. كانت الجلسات على مدار انعقاد المنتدى كانت معظمها يدور حول ما بعد جائحة كورونا. حول المنتدى وأبرز ما جاء فيه من جلسات وفعاليات، أيضا يشرفنا على شاشة التلفزيون المصري المستشار محمد سلام، المتحدث الرسمي للمجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف. أهلا بحضرتك سيادة المستشار. أهلا بيكي. سيادة المستشار، طبعا تابعت الجلسة الخاصة بتخريج دفعات جديدة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكمان تابعت الجلسات المختلفة لمنتدى شباب العالم، عايز أعرف رأيك في أبرز الموضوعات التي طرحت في هذه الجلسات. وفي البداية، لقد أصبح منتدى شباب العالم منسخته الرابعة منصة دولية حوارية يتم يعني كل العالم بينظر ليها، إنها منصة مهمة جدا وكل العالم بينظر لها بقدر كبير من الاحترام والتقدير لهذه التجربة. فنحن كنا من اللحظة الأولى منذ أن كانت فكرة وطرحت هذه الفكرة أمام القيادة السياسية وأمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والآن الشباب يأتي في النسخة الرابعة ويرى بأن الفكرة والفكر لقد أصبح واقعا وقد أصبح حقيقة. المنتدى بجلساته كان سابق له العديد من الورش العمل التحضيرية، ورش العمل التحضيرية كانت شيء مهم جدا لكي نصل إلى ما وصلنا إليه في الجلسة الختامية. كانت ورش عمل خاصة بمبادرة حياة كريمة، تلك المبادرة التي لقت إشادة كبيرة من عالميا من جميع شباب الدول المشاركة في المنتدى، أيضا التعليم ما بعد الجائحة، أيضا التنمية المستدامة، أيضا الطاقة والحديث عن الطاقة، أيضا الحديث عن الإنسان وعن بناء الإنسان.
فالدولة المصرية كما اهتمت بالمشاريع القومية واهتمت بالتطوير أي أيضا لن تنسى الإنسان المصري، بل كان في القلب وفي العين الإنسان المصري، لأن الإنسان المصري هو طبعا يعني الهدف الرئيسي للقيادة السياسية. اليوم بناء الإنسان المصري وتطوير وتحسين جودة حياة المواطن المصري هي هو يعني يعتبر الهدف الأكبر للمبادرات المختلفة، المبادرات الرئاسية واللي بتقوم بها الدولة المصرية بكل مؤسساتها، وربما مبادرة حياة كريمة هي من أبرز هذه المبادرات اللي بتهدف في الأساس إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري. إلى أي مدى يعني بتنظر إلى هذه المبادرة على أنها بالفعل لها أهمية كبيرة للغاية في الحفاظ على كرامة الإنسان المصري وحقه في العيش الكريم؟ مبادرة حياة كريمة هي مبادرة وهي مثال جيد يحتذى به، فلأول مرة ومنذ أكثر من 150 عاما يتم النظر إلى أقاليم مصر من ريف ومن قرى ومن جوع ومن صعيد مصر. فنحن في الأسابيع التي تسبق المؤتمر رأينا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أسبوع الصعيد، ورأيناه في أسوان، ورأيناه في العديد من محافظات الصعيد، وفي افتتاح المشروعات القومية، وفي افتتاح محاور التنمية، لأنها ليست مجرد طرق بل إنها محاور تنمية بكل ما تحمله الكلمة، مع التنمية مع الإنسان. رأينا الخدمات التي أهل القرى وأهل النجوع في حالة من الفرحة وفي حالة من البهجة، لأن هم أصبحوا هم يرون بأنفسهم ويرون أن الدولة بتضعهم فعلا في، أصبحوا جزءا من التطوير، أصبحوا جزءا من خريطة الدولة. الإنسان المصري يستحق الكثير، والدولة المصرية علمت هذا الأمر وسعت له. فمبادرة حياة كريمة هي مبادرة يعني العالم كله بيشيد بيها، وطبعا كل وصلت إلى كل بيت في مصر ووصلت إلى كل شاب في مصر، حتى شباب العالم لما أتوا هذه المرة وأنا في حالة تحاور معهم في حالة انبهار شديد، بأن هم كانوا متوقعين أن لما هيأتوا، وخاصة أن الجائحة أخرت المنتدى لعام كامل، أن هم لما يجوا هيروا فعلا المزيد من التطوير والمزيد من، ولكن عندما نتحدث معهم فهم يروا الطرق تتفوق على الطرق في جميع أنحاء العالم، يروا العشوائيات تم إزالتها، يروا أن هناك حالة من الأمن ومن الاستقرار، وحالة من وفي ظل الجائحة حالة من الاستقرار الاقتصادي. يعني سيادة الرئيس كما ذكر في إحدى الجلسات، إحنا ما خفناش من كورونا، إحنا فعلا كنا مستمرين، إحنا فعلا كنا بنعمل، واليوم تم التتويج بفرحة عارمة وتخريج دفعات من الأكاديمية الوطنية للتدريب، الأكاديمية الوطنية للتدريب تلك الحلم الذي كان يراوض العديد من الشباب لكي يشارك في صناعة الحدث ولكي يشارك في بناء الدولة. أصبحنا اليوم نرى بأن الشباب لديه المستقبل، لديه الأفضل، لديه هناك رئيس إنسان، هناك رئيس هو أب لكل المصريين في حالة تفاعل دائم وفي حالة تواضع دائم. وكل التحية والتقدير إلى القيادة السياسية الممثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا الشعب المصري شعب كريم وشعب أصيل وشعب يستحق كل ما هو فيه، وهيستحق أكثر وأكثر في ظل القيادة الحكيمة وفي ظل الاستقرار والأمن والأمان. أشكرك شكرا جزيلا المستشار محمد سلام المتحدث الرسمي للمجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف، شكرا جزيلا لحضرتك. أشكركم شكرا. وبالفعل مشاهدينا على مدار أيام المنتدى كانت هناك الكثير من الفعاليات منذ بداية انطلاقه وحتى اليوم الأخير الآن تحديدا، وكما تابعنا منذ قليل فعاليات الجلسة الخاصة بتخريج دفعات جديدة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، هذه الجلسة الخاصة جدا التي تعبر عن مدى الاهتمام بالشباب المصري، التي تعبر عن الاهتمام ببناء وتطوير وتدريب المواطن المصري، وذلك وطبعا بشكل
الخاص بالشباب المصري، وذلك لتأهيلهم للقيادة، وهو ما دائما ما يؤكد عليه السيد الرئيس وكل مؤسسات الدولة المصرية. الكثير من الجلسات شهدناها وذلك على مدار فعاليات المنتدى في نسخته الرابعة، لكي يعبر بالفعل هذا المنتدى عن الثقافات المختلفة وعن الحضارات المختلفة وعن كل القضايا التي تعتبر محل اهتمام مشترك بين الشباب، للعمل على الاستفادة من خبراتهم من تجاربهم وتبادل هذه الخبرات وتبادل الحديث والحوار، وذلك من أجل عرض رؤاهم بشأن الكثير من القضايا المحورية المهمة جدا والتي طرحت في جلسات منتدى شباب العالم. متواصلين مع حضراتكم دائما على شاشة التلفزيون المصري في تغطية حية لفعاليات اليوم الأخير من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. إليك في الاستوديو إلهام.